ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع أبرز وأهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة هتحصل النهاردة، البداية من مهرجان العالمين الجديدة في دورته الثانية اللي هيعقد مؤتمر صحفي في الساعة 3 عصراً بالمنطقة الشاطئية لإطلاق شارع الخدمة الصحية لتقديم الرعاية والتوعية الصحية لكل حضور المهرجان ورواد الساحل الشمالي وأهالي المنطقة، واللي هتكون على أعلى مستوى بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية القائمة بمهرجان العالمين. النهاردة كمان هيتم فتح باب التقدم إلكترونياً لاختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التابعة لجامعة الأزهر اللي بتتطلب ذلك، مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي لكل طالب وطالبة. التقديم هيستمر حتى مساء الجمعة الموافق 2 أغسطس 2024، كما أن الكليات المعنية باختبار القدرات هتبدأ في استقبال الطلاب بداية من الحد الموافق 28 يوليو لأداء الاختبارات، على أن تنتهي هذه الاختبارات في 23 أغسطس 2024. أيضاً النهاردة وفقاً لما أعلنت عنه وزارة الداخلية، هيتم التقديم في كلية الشرطة للحاصلين على الثانوية العامة والمؤهلات الجامعية للعام الماضي حتى 15 أغسطس، على أن يكون التقديم عن طريق موقع وزارة الداخلية، وده مع تقديم تيسيرات للطلاب الراغبين في التقدم للالتحاق بكلية الشرطة، أبرزها طباعة كتيب يحتوي على جميع الإجراءات اللازمة للتقدم للالتحاق وكافة الاستفسارات المتعلقة بالتقديم، وبيتم تسليمه ضمن ملف الالتحاق، وبيتم إعلان نتائج جميع الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة. عشاء الكرة المصرية موعدهم النهاردة كمان مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة 31 من الدوري المصري. هيلتقي المصري مع المقاولين في تمام الساعة 5:30، وهيلتقي أنبي مع زد في تمام الساعة 9، في نفس التوقيت هيلتقي الداخلية مع الزمالك.